في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلبة الصف الرابع الابتدائي، نرحب بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية في الدروس المصورة بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة. في بداية الدرس نتعرف على الأهداف في درس آمنة الجيلة. يتوقع من الطالب في نهاية الشرح أن يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة، هذا الهدف الثاني، أن يتعرف على المعنى العام للنص بشكل دقيق. التهيئة: لاحظ الصورة، عبر عن الصورة التي أمامك بجملة فعلية مفيدة. أحسنتم، تقرأ الفتيات القرآن الكريم، جملة فعلية بدأت بالفعل تقرأ وهو فعل مضارع، والفاعل الفتيات والمفعول به القرآن. أحسنتم يا أبنائي. آمنة الجيدة: سيدة قطرية كان لها أكبر الأثر في نهضة التعليم، أسهمت بإخلاصها واقتناعها بما تقوم به من أعمال في إرساء قواعد التعليم النظامي في دولة قطر. إنها السيدة آمنة محمود الجيلة. نشأتها: ولدت السيدة آمنة الجيلة عام 1913 ميلادي في حي الجسرة بمدينة الدوحة، في أسرة عرف عنها التمسك بتعاليم الإسلام الحنيف، وقد زرع والدها في نفسها حب العلم منذ الصغر، فهو النور الذي يهدي إلى الطريق القويم. كانت والدتها تشجعها على التعلم وحفظ كتاب الله، وقد اتصفت السيدة آمنة الجيلة بالخلق الكريم والتواضع الجم والنشاط الدائم والثقافة العريضة، بالإضافة إلى ما كانت تتمتع به من قدرات ذهنية كبيرة. املأ الفراغات التالية بالمعنى المناسب للكلمات التي تحتها خط فيما يأتي: ألف: أسهمت بإخلاصها واقتناعها بما تقوم به من أعمال في إرساء قواعد التعليم النظامي. أسهمت بمعنى ساعدت، إرساء تثبيت. أحسنتم. باء: وقد اتصفت السيدة آمنة الجيلة بالتواضع الجم
ما معنى كلمة الجمع؟ أحسنت، الكثير. رقم جيم، كانت تواظب على قراءة القرآن الكريم. معنى كلمة تواظب؟ أحسنتم، تداوم. السؤال رقم دال، كانت خلال هذه الفترة مثالا للطالبات المجتهدة. معنى كلمة مثالا؟ نموذجا. بارك الله فيك. السؤال رقم ه، تبنت السيدة آمنة الجيدة مبدأ المساواة في التعليم. معنى كلمة تبنت؟ أخذت به. بارك الله فيكم. السؤال الثاني، اقرأ الفكرة الآتية ثم استخرج منها المطلوب. تقديرا لما قامت به السيدة آمنة الجيدة في مجال التعليم عامة وتعليم الفتيات خاصة، قام الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله والشيخة موزة بنت ناصر بتكريمها وإطلاق اسمها على إحدى مدارس الفتيات. ألف، كلمتين مترادفتين. أحسنت، تقدير وتكريم، كلمتين متضادتين عامة وخاصة. في نهاية الدرس الغلق، املأ الفراغات بكلمات مشتقة من الجذر شجع مسترشدا بالمثال. الكلمات المشتقة هي شجاع، شجاعة. بارك الله فيكم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، مع تحيات قسم اللغة العربية بمدرسة الأندلس، وإلى لقاء آخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.